ووثق مقطع فيديو متداول قيام قارئ القرآن المصري سمير عنتر بقطع تلاوته للرد على مكالمة هاتفية أثناء عزاء في محافظة كفر الشيخ، وأثار هذا التصرف ردود فعل هجومية على وسائل التواصل الاجتماعي، فعلق مغرد بتقرأ غلط ونقول ماشي، ولكن تجي لك مكالمة تليفونية تسيب القرآن وترد عليها، اللي بيحصل ده مهزلة. وعلق آخر: ما حدث دليل على الفرق بين القراءة الفقيه وغير الفقيه.